مظهري فيه خايف مني مالو والله الله قلبي شحال قدر تصبر سال عليه نسال وانا على بالو حالي حالي مالي مالي رايت وما نهضر دابا مزيان دابا تجيني نعيشو مزيان نعيشو مزيان ودابا مزيان دابا تجيني نعيشو مزيان نعيشو مزيان ويا عمري واش تراه طاري فينا انا وقلبي من غبينا الغبينا ويا عمري واش تراه طاري فينا انا وقلبي من غبينا الغبينا ويا يما يا عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم في الفيديو هذا اليوم رجينا عند والدي لويز شوفوهم راكم عارفين صلة الرحيم ضروري و مع هاد رمضان هذا خصنا ضروري نشوفوهم ويس لاباس لاباس كلشي مزيان ها نكون في نتساي علاش ويس طالع عليها الدم علاش يوز انا نوريكم علاش طالع عليها الدم اخو بلاتي بلاتي دابا انت لاباس عليك بعدا لاباس كلشي مزيان لاباس الدار لاباس لاباس صحيحة لاباس كل شيء لاباس لاباس صافي عندها كل شيء لاباس 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 وسي الحمد لله الحمد لله صايمة ها الشمس على عيشي شو تناسي لا بلا شوية دابا علاش طالع لك الدم واي انجري Because you're buying stupid stuff. أنا نوريكم علاش هي مقلقة الخوس. Like the garden's full already of rubbish. شريت شي حاجة للجردة. أها. The garden's for Amira. بلاتي. Not for you. أشنو قلت لك النوب الأولى؟ The garden. The garden's for you, yeah. Exactly. قلت ليها يعني الجردة كتبقى لي أنايا ما تدخليش فيها ما تقولي حتى شي حاجة ما تعطيني حتى شي رأي ديالك. علاش خليتها عطاتني الراي ديالها في الدار الصبغ هادي حط هادي ديكورات هادي دير هادي خليتها قلت لها شوفي انا ما غاديش نسوق دابا لهادشي نهار غادي نبدا في الجرده ان شاء الله ما عندكش حق نهائي تعطيني شي راي ولا شيء الا بغيتي تعطيني شي راي الا كان يناسبني انا الا كنتي غادي تكوني مثلا ضد واحد الفكره انا باغيها ما كاينلاش ياك شكون اللي مسطي انا سكوبي شنو دابا You're not happy whatever. No, we haven't got no room. قالك ما عندناش اتساع على هذا الشيء هذا اللي شرينا، أنا نوريكم شنو شرينا دابا بلاتي. دابا لويس، لويس، you will like them. Believe me. I've made a deal with you. For you two of them, you've got to take away your plastic pots. قالت لي إلا بغيت ندخل هذا ونجيبهم إن شاء الله للجردة، أنا نوريهم لكم دابا، خاصني نحط نحيد هذوك المحابق اللي عندي أصلاً، واحد المحابق عندي طوال، ملونين، كاين وحدين بالمارو وحدين صفرين كنت سبيغتهم انايا طوال اللي عقلت عليهم المهم دابا هادو جيت ليهم تخيلوا معايا درت ديك اللعبه ديال الحجه وزياره جيت نشوف والدي لويز شافوهم طلعوا عليهم تما مساكن ومنها انا عارف هادو كيتباعوا هنايا حداهم راه الناس اللي كاينين في بريطانيا كيعرفوا ازدا واحد السوبر ماركت الخوت كبير هو اللي عارفوا فيه هذا حيت ازدا اللي حدانا ما فيهش هاد المسائل هادو اللي غادي نوريكم هما زوينين زوينين بزاف واخا غاليين تقاموا عليا شويه غاليين وإنما واعرين واعرين شات اب يو لاي ان لويس يو لايك ذيم اي نو يو لايك ذيم ياك لا لا حلفي يلا حلفي 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 ما عارف ما بغاش تحلف دابا سكوبي كم يا سو يو لايك ذيم بي اونست شويه قولي الصراحه شويه شويه حلفي حلفي وحط الله صافي حلفات قال لك عجبوها غير شويه المهم انا غادي نوريكم الخوت انا صافي ما يبقاش يهمني هذه اي دونت كير اف يو دونت لايك ذيم اور نو اوكي سو نيكست تايم اي باي ام غانا اسك ذيم نيكست تايم اي باي سمثين فور ان ذا هاوس يا يو دونت سي نثين قلت لك المره الجايه ملي تشري شي حاجه هي للدار انا ما نقول والو انا نوريك هو از باين ذيم انا باي وات وير از ذا ماني والو قلت لها شكون اللي كيشريهم قالت لي انا على هي قلت لها منين جاو قالت لي ما عرفت والو والو سير سير المهم الخوت دابا غادي نوريكم هادو اللي شرينا اعطيونا الراي ديالكم واش عجبوكم ولا لا هما الصراحه انا بعدا عجبوني الصراحه انا غادي نوريهم لكم دابا ان شاء الله المهم هاي الاولى اللي خدينا هادي وهذا خدينا هذا هادي زعما انا ولويز زعما ملي نكبروا وهذا اللي تا هو كيسقي هذا مخصص ديال الجرده تا هو
كيكون راه هاز داك كيسقي بها وكيحفر بهاد البالة هادي. عجبوني انا بزاف ما كذبش عليكم، راه كبار كبار تبارك الله. هادي زوينه بزاف، هذا راه ماشي مقشرين ولا شي حاجه، هذا غير فرشي شي هكا تحيد الناس شي لو تحيد، راه فرشي هذا حطوه عليها فرشي باقي حيت باقي جداد. هادي 32 باوند تقريبا واحد شي 400 درهم وشي حاجه، هادي تقريبا شي 500 درهم وشي حاجه، هادي حتى 400 درهم وشي حاجه. اش بان لكم الخوت؟ ما كذبش عليكم انا عجبوني كيبان قداش، راه قلت لكم كبير شبه حدايا راسو كبر من راسي. انا عجبوني صراحه بزاف، وهذه عجبتني حتى هي، هذه هذه شي زوينه بزاف جالسين، هذه مخيره كاع واعره. وهذيك باغي نهزلها شويه ونقول لا بلاش، غادي ناخذ واحد وحده اخرى شويه. لويس قالت لي لا خذ هذا لحقاش الا شفتو فيه هذا تقريبا الكولور اللي عندي في الجرده، تقريبا نفس الكولور، عندي الاحمر عندي الاصفر عندي الازرق وعندي الابيض ملعوبه تما في هذه، وهو هذا حتى هو قلت هاد ملعوبه ملعوبه راكم عرفتوا على مال كندوي الخوت. مرحبا عرفتي بزاف هذاك السيد عالم كيعجبني كنتفرج فيه عرفتوه عرفتوه دايز عواشر وملعوبه. المهم الخوت كنتمنى يكون عجبوكم، انا عجبوني بزاف صراحه حق الله. غادي نحطهم دابا في الجرده غادي نشوف اين قلت غادي نحطهم فيهم بالضبط، غنختار شي بلايص اللي مزيانه ان شاء الله ونخليهم تما. ولكن واحد الحاجه الخوت راه كاينين كيف قالت لي جده لويز، راه كيكون الشفاره ديالها مخصصه لهذا الشيء هذا كيشفروهم، والله اعلم دابا ما عرفتش شنو غادي ندير انا عليهم، غنحطهم نسبل على الله وصافي. لحقاش جده لويز قال لي داو لهم واحد التمثال كبير واحد النهار قالت لي حاطينو ديال الرخام وداوه ليهم، وقالت لك هو اصلا ثقيل وشاريهم تقريبا مشي بشي شحال شي 3000 درهم وكاك وشي حاجه 200 باوند وشي حاجه، اللي قالت لي ما عقلتش بالضبط شي 200 باوند وشي حاجه اللي هي تقريبا واحد جاي 3000 درهم وكاك. ومن هادو ماشي شي غالي بزاف الا شفرهم شي واحد راه ماشي مشكل، ديك الساعه غيبقاو فيا الصراحه وانما توكلوا على الله وصافي. حيت كاينين شي وحدين كيبداو يهزوا كيدخلوا الجرادي كيهزوا المسائل كيمشيو يعاودوا فيهم البيع، كاينين بحال هاد الناس كتلقاهم، واش شكون هما واش بريطانيين واش شي دولة أخرى واش بولنديين واش شي حاجة الله أعلم. المهم راه كاينين بحال هاد الناس هذا فيما مشيت أي بلاد أي بلاد كتلقى بحال هاد النماذج هاد. المهم كنتمنى يكون عجبوكم الخوت، شكرا لكم بزاف على المشاهدة ديالكم الخوت والدعم ديالكم، وما تنساوش اللي عندي ما كنقولهاش انا دائما اللي جديد معنا ما ينساش يدير لنا ابوني ويدير لايك للفيديو ان شاء الله. وعاده غادي نحطهم من بعد عندي الفيديو ملي غادي نحطهم في الجرده وغادي نوريكم يعني البلايص فين غادي يجيو مزيانين، واش تعطيونا الراي ديالكم الخوت الا جاو مزيان في ديك البلاصه راه غادي نخليهم، ما جاوش قلتوا لي لا وداك الشيء راه غادي نحطهم في شي قلت اخر حتى نلقى شي كوان اللي يكونوا مزيانين ان شاء الله. المهم الخوت هذا اللي كاين، شكرا لكم بزاف، نلقاو ان شاء الله فيديو اخر، مع السلامه.